يعني المقدسيون حققوا انتصارات عديدة في المرحلة طبعاً القادمة، البوابات الإلكترونية، هبت باب الرحمة، هبت باب الرحمة أيضا، في هبت باب العمود، نعم، يعني حتى في حين أجلت قضية أهلنا في الشيخ جراح، صحيح، أيضا هذا يعتبر انتصار نسبي، وإن كان يعني نحتاج إلى حلقات. هل يمكن فعلا أن ننتظر من المقدسيين حلقة جديدة في هذا السياق؟ بكل تأكيد، من ينظر إلى كل الهبات الفلسطينية منذ هبة البراق بان الاحتلال البريطاني للقدس حتى يومنا هذا، كان المسجد الأقصى المبارك عنصرا أساسيا في تفجير الأوضاع، في تفجير هبة لا أقول أحيانا تدفع الاحتلال أو تلجمه، أحيانا تقلب المشهد تماما. من يتابع أحوال المسجد الأقصى المبارك قبل عام 2015 كانت الأمور ذاهبة تماما إلى التقسيم الزماني. نعم. ماذا جرى حينها؟ أتت هبة السكاكين لتغير المشهد وتعيده إلى المربع الأول، وكيف عاد الاحتلال مدحورا. معركة سيف القدس نموذج واضح، لا أقول عن أثار المقاومة على الرغم من أهميتها، الفعل الشعبي الكبير الذي جرى في الأقصى الذي أشعل عشرات نقاط المواجهة في الضفة في 48 كان أهم شيء حقيقة، هو اللافت، كان يعني لا أقول مفاجأة فقط، هو أكبر من مفاجأة، قنبلة في وجه الكيان الصهيوني بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني. وبالفعل الأداء المميز لأهلنا في 48 وحتى في نصرتهم الأقصى هذا نموذج رائع جدا، وهو مستمر في الحقيقة، يعني ليس شيء جديد بكل تأكيد. لذلك نجد مثلا على سبيل المثال الاحتلال يعرقل وصولهم إلى الأقصى، يحاول أن يمنعهم، يرد القيادات، الشيخ رائد، الشيخ كمال، اليوم الشيخ كمال الخطيب ممنوع من السفر، الشيخ رائد في السجن، حتى هناك قيادات أخرى. يعني نحن في الندوة كان لدينا عدد من الشخصيات من القدس ستأتي للمشاركة، الشيخ عكرمة منع من السفر على سبيل المثال، وهذا الرجل الثمانيني مواقفه ما شاء الله مميز جداً.